رح نبقى زينب بعالم الطفل. انت متذكرة اول يوم رحتي فيه على المدرسة؟ دائما اول يوم بالسنوات الاولى بيكون صعب، انه بدك تتركي البيت والعطله وامك اهلك، دائما يعني الولد متعلق بامه بيكون، صحيح مثل ما ذكرتي، فبيكون صعب. فكيف على الصغار؟ صح، احيانا مثل ما قلتي يا زينب بيكون صعب، ولكن بعدين بصيروا بيحبوه. هذا موضوعنا لليوم، كل شخص لابد انه تترسخ بذاكرته اول يوم دخوله على المدرسه. عند البعض بيكون متحمس وحابب ومبسوط، وعند البعض الاخر خايف من هذا العالم الثاني يلي بده يفوت عليه، سواء من اختلاطه باصدقائه وبرفقاته، سواء انه هو بده يترك بيته وامه اللي متعود انه يضل معه طول النهار ويطلع على المدرسه ليتعلم. اطفال بتسيطر عليهم مشاعر الخوف والقلق من المكان الجديد وشو بيحيط فيه من غرف، من غرف الصف، من ايضا الفرصه، وايضا من انضباط، وبصير عنده ايضا في انسات لا يعلموه كيف الانضباط بالصف ويعلموه شغلات جديدة. هون الأهل بيكونوا أمام مشكلة مع الطفل، كيف فيهم يتأقلموا أو يخلوا الطفل يتأقلم بهذه المرحلة الجديدة. كل هالمواضيع رح نحكي عنها أيضا مع ضيفتنا لليوم ريم. كيفك ريم؟ أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني ريم امبارح كان اول يوم تمام للعوده للمدارس، وحتى بحاله استثنائيه شفنا انه صار في لبس كمامات، صار في تعقيم، صار في اوامر لا تمام تغير كمامتك، لا تعمل، من الاهل ومن المدرسه. تمام. خلينا نحكي عن صعوبه اول يوم، وخاصه للاولاد اللي نعرف تاجلت المدرسه اكثر من مره، وكانت العطله هي اطول عطله يمكن حظى فيها الطلاب. هالقلق وهالخوف وهالتوتر عند الطالب والحاله اللي بتنعكس على الام، ويمكن تصرفها اللي عم بيأثر ايضا بشكل عكسي على الولد. تمام. هلا اذا بدنا نحكي نحن على الفئات العمريه الصغيره اللي هن اول اطفال، يعني هن اول دخولهم على دور الحضانات، نحن بنلاحظ نقطتين. اما الطفل بيدخل على الحضانه وهو مع يعني بيترك اهله وراءه وبفوت وبيكون كثير عم يتفتل وعم بيروح وعم بفوت على الغرف الصفيه، هون بنحط اشارات استفهام لانه هذا الشيء ما هو طبيعي، لانه الفصل كثير سهل. او بنلاقي الطفل خايف كثير، ماسك بامه، عم يبكي، حتى عم يبكي بصراخ، نحن بنقول له صراخ هستيري يعني غير مفسر انه لهالدرجه هي ممكن تكون. في نقطه كثير مهمه، انا وقت بدي هيئ ابني لدخول المدرسه بده يكون اول شيء انا فاصلته عني بالنومه. احنا كثير انه دغري نحن بنعرف، يعني الاخصائي الاختصاصي بيعرف انه بينام معك بينام معي، لسه مثلا بياخذ الرضاعه بياخذ رضاعه، او ممكن بياخذ لسه المصه. يعني احنا الفصل عن الام هو بيسبق فصل النفسي تبع الروضات. فدائما الام قبل ما يعني تاخذ خطوه هي تفوت طفله على الروضه على دور الحضانه بتفصله عنا، بدها تهيئه نفسيا. طبعا بدها تفصله عنا، والا نحن محافظين عليه على مرحله الرضيع. بس نفصل بترجع الام بتورجيه صور حضانات، صور روضات، بتمرق من قدامها بتحكي له هي عنا شو عملت، بنخفف هي وطئه الخوف. صح. ثاني نقطه كثير مهمه، انه انا وقت احط ابني بروضه ما اقول له انا راجعه بعد شوي ويتطلع وراه وما يلاقيني. تمام. انا هون عززت عنده قلق الانفصال وقله الثقه فيني وبالمعلمه اللي راح تكون معه، لانه حتقول له ماما برا، فوقت يطلع وما يلاقي ماما برا معناته هذا الشخص ما قال لي حقيقه وماما ما قالت حقيقه، وانا ما بعرف، انا ماني مفصول، بترجع بتاخذني ما بترجع. بنلاحظ يمكن المعلومات اللي بيكونوا الطفل بضل بكرر انا بحبها كثير لماما، انا مشتاق لها، حاسس حالي مشتاق لها، انا بحبها كثير. هو فسر تركته بهذا المكان هو عدم محبه او عدم محبه من الام، او هي تركت انه انت ما عادك ملازم لي بالمنزل، انت انتقلت على بيئه ثانيه. هون لازم نحن نعالج هذا الموضوع بطريقه كثير ظريفه. نحن الروضات عاده الام تدخل بشكل تدريجي، بنفصلها عنه بشكل تدريجي وبكثير محبب، لنوصل معه لمرحله انه الطفل بالفعل يودعها من على الباب ويقول انه انا داخل. حتى لو هي بتقضي معه كم يوم بالمدرسه نحن ما عندنا مشكله، او حتى بالبيئه الصفيه، لازم ينفصل بامان حتى هذا قلق الانفصال ما يطلع معه على الكبر. صحيح. بصير عندنا قلق معمم. نعم. يعني ريم ايضا يعني بيكون الطفل بالليل قبل ما يروح في الصبح يروح على المدرسه مبسوط انه هو بده يروح على المدرسه، بتتفاجئ الام بفيق عم يبكي، ما امبارح كنت بدك تروح ومبسوط. يعني هذا الواقع اللي بتنصدم فيه الام، وانه لا بس تفتح باب البيت بصير لا انا ما عاد بدي اروح. هيك
هون الام عن جد امام مشكله تمام. كيف فيها تتصرف؟ هلا نحن اذا متاكدين انه طفلنا هذا نحن بنسميه دلال او غنج عن الاهل، فنحن بنستخدم اسلوب يعني بتعديل السلوك بنستخدم اسلوب نعم. انه لا نحن ماما هلا حنروح وانت بدك تروح على الحضانه وانا بدي اروح على الشغل، نحن عندنا مهمات صح. وانا مثل ما عم بعمل كل يوم طبعا اذا كان هذا هو عم تاخده مو اول يوم مثل ما لك متعود انه انا بالساعه الفلانيه رح اخذك رح اجي اجيبك، وانا ولا يوم اني ما قلت لك الحقيقه او انا خلفت معك بهذا الموضوع، وتمسكه وتاخده. الطفل حيعرف الثقه والسلطه عند الاهل بتعطي الامان للطفل، طبعا بس الثقه والسلطه المدروسه مو العنف، بتعطي كثير امان عند الطفل، حيعذبها وحيروح معها عم يبكي، بس يوم الثاني حيكون الوضع كثير سليم والطفل عرف انه خلص مع ماما ما في هذا الدلال انه لا خليني وما بعذبك، لا في عنا نحن صار شيء دوري يومي انا حقوم فيه وماما عم تجي تاخذني بالوقت المحدد. اما اذا انا اول يوم لا الام حتكون ملازمه لإله وحينفصل عنا بشكل كثير مريح. نعم، يعني هي الصعوبات النفسية اللي بمر فيها الأهل خلينا نقول والطفل تمام. أيضا كيف ممكن مثلا أنه تنحل غير ما قلنا هي ممكن العادة أو تهيئة الطفل بفصله عن أمه أو مثلا بتهيئته أنه يحب المدرسة أنه بالغراض اللي ممكن تبتكر له إياها تمام. نعرف هلا في حالة اقتصادية يمكن شوي صعبة ما كل الأهالي صح. ممكن يقدروا يقدموا لأولادهم نفس المستوى، فخلينا كمان نحكي عن هي الناحيه قد ايه بتاثر تماما. هلا انا كأم وقت بدي احط ابني بحضانه، طبعا الامهات بيعملوا بحث عن الحضانات الموجوده، دائما بقول للام انه اللي بينشرح لقلبك تركي الولد فيها تمام، يعني ما حنلحق انه اسماء عم تلمع ولا رح نلحق هلا لغات ولا ولا ولا، اللي انت بتفوتي وبتكوني مرتاحه فيها حطي ابنك فيها، الطفل بياخذ احساسه من امه صح. الام مانا قاعده مرتاحه، هو مانو مرتاح وما بيعرف ليش مانو مرتاح، بس الام متوتره، الام مانا مرتاحه والطفل لسه عنده الشفافيه والاحساس عالي، فهو بيقدر يستشف هذا الشيء. اذا الام متوتره من الليل انه انا بدي ابعته بس انا خايفه انا قلقانه، حيتعامل منيح؟ اذا ما كان بيحكي الخوف اكبر، ترى حيقدر يقول لي شو صار معه؟ حيتعامل بلطافه فنحن دائما مركز على الام، نحكي مع الام لازم ترتاح الام ليرتاح الطفل. فانا الامهات اللي بدها تحط ابنائها هي تروح وهي تقعد مع الادارات وهي تشوف وتحكي لحتى تكون مرتاحه، واكيد اللي رح ترتاح لها حتكون ابنها فيها مرتاح. نعم، يعني زينب رح نروح طبعا مع ضيفتنا ريم لماده ايضا ممكن تكون هيك مفيده، كيف الام فيها تهيئ اطفالها لدخولهم المدرسه لاول مره، خلونا نتابعها سوا. تعاني الكثير من الأمهات مع أبنائهن عند دخولهم المدرسة لأول مرة، حيث يعتبر الأطفال هذا الحدث انتقال في حياتهم، لذا يرفضون الذهاب إلى المدرسة معبرين عن ذلك بالبكاء، ادعاء النوم وحتى المرض. لذلك لكل أم 7 طرق للتعامل مع الطفل عند ذهابه للمدرسة ولأول مرة. أولاً، شجعي طفلك على الذهاب للمدرسة عن طريق أخذه معك لشراء كافة مستلزمات الدراسية منزياً وحذاء وغير ذلك، وقومي بشراء كل ما يختاره من الأغراض. تحدثي كثيراً أمامه عن المدرسة، جمالها، قوانينها، والكثير من الأشياء التي يمكن تعلمها وبكل متعة. الاهتمام، أعطي لابنك الاهتمام والشعور به من خلال الاستماع له جيداً لمخاوفه لكي تخلصيه من معاناته وتجعليه محباً لمدرسته. أجيبي دائماً على أسئلته مهما كانت غريبة ولا تتهربي من الإجابة على أي سؤال. عززي الثقة في نفسه فلا تجعليه كثير الاعتماد عليك أبداً، واتركيه يرتدي ثيابه بمفرده، حذاءه، وحتى دعيه يعتمد على نفسه. هي خطوات بسيطة لكنها فاعلة وقد تكون المفتاح للثقة بالنفس. سالي، بعد ما شفنا هالتقرير عم بيعطي شوية معلومات عن تعامل الأم مع
الطفلة ريم، يمكن خلينا نحكي شوية هيك من وجهة نظرك. طبعا. اللي عندها ولد أول مرة بده يفوت على المدرسة، هي بيكون المهمة على أصعب من اللي متعودة من السنوات. انصحيها شو ممكن أنه تتعامل معه؟ أول نصيحة أنه هي تكون مقتنعة بشكل كامل أنه هي بدها تحطه بالمدرسة، لأنه هي حتكون كثير متوترة، أو نحن مستقبل أمهات متوترين وبيكونوا بكاء شديد. لا، هي تكون مرتاحة تماماً، حيرتاح الطفل. إذا ماما عن مثلاً لساعته نحن بينام معنا بنفس الغرفة، إذا لسه ما انفصل، إذا بيقعد بالحضن كتير، إذا نحن لازم نفصله نفسياً وجسدياً. طبعاً أنا ما عم أقول ما يقعد بالحضن، بس في معيار، يعني في معيار للصحة النفسية بأنه الطفل قديه ممكن يكون متواجد لصيق. لازم بلش أفصل من البيت بواحد اثنين ثلاثة، بالنوم، بطريقة الأكل، بالاعتماد على رعاية الذات ممتازة لفصل الطفل عن أمه، فهو بالتدريج معه حيروح. ثاني شيء انه ما يكون في تخوف عند الاهل انه لساته صغير او المدارس ما مناسبه. لا، المدارس للعمر الصغير اثبتت كثير فاعليه بتطور المهارات عند الطفل. انا ما عم بحكي ورقه وقلم وكتابه، لا، الروضات، او طبعا كل الدراسات والبلدان كلياتها، الطفل اول 5 سنين احنا بس بنعمل مهارات، لا تقلق او لا يكتب ولا يعرف يمسك قلم ولا هو تلقائيا مجرد ما اخذ المهارات بشكل صحيح حيروح على المدرسه جاهز من كل شيء، حيمسك قلم وحيكتب وحيعمل كل شيء مطلوب منه كطالب. بس خلينا اول 5 سنين نحن كثير مهمه ماما تكون حاططها ببالها انه رح يروح طور له دماغه، رح علمه مهارات جديده اجتماعيا، رح طوره مهاراته، رح تتطور، رح يكون طفل ناضج، رح تتفاجئ بشخصيته وقت هو يفوت على المدرسه الابتدائيه، بيختلف عن شخصيه الطفل اللي متاخر صحيح لحتى يفوت على المدرسه، بتختلف كثير بطريقه محاكمته للامور. أكيد. نعم، يعني نصيحة أخيرة بعد كل هالأفكار بختام حديثنا مع كريم الممتع، أكيد نصائح هيك لكل أم عم تسمعنا وهلأ هي بالحدث والواقع. تمام. تفضلي. لا تخاف من هي التجربة أبدا، هي تجربة كتير مفيدة، حتلاقي نتائجها طبعا ما مو أول شهر وشهرين، لأنه بكون نحن عم نفصل الأم عن الطفل الحقيقة، حتلاقي نتائج كتير حلوة، حتكون مبسوطة، وأبدا ما حيكون في بعقلة أو قلبة أنه ندم أنه أنا ألحق الطفل بعمر مبكر بروضات. تجربة كتير حلوة للطفل وللأم، ومن حق الأم تعيش بمساحة خاصة فيها بعيد عن أنه الطفل يكون لصيق فيها، إذا ما كانت موظفة يكون بالها مرتاح، والطفل من حقه يعيش ببيئة اجتماعية آمنة تأمن له حوار، تأمن له عدد من الأقران يقدر يلعب معهم، يتفاهم معهم، يكون صداقات حتى لو بعمر صغير، ومهاراته كتير حتكون عالية وحيكون طفل مميز إن شاء الله. نعم، أنا كمان السلامة والصحة لكل الطلاب اللي طبعاً ما راح توجهوا لمدارسهم، اللي ما راح أول يوم الكل. إن شاء الله هلأ بيروح، لأنه في يمكن أهالي أول يوم ما بعتوا أولادهم. تماماً، ما في داعي للتوتر. تمام، نحن بنقول لهم الحياة بدها تستمر. تمام. يعني وبدنا نتعايش مع كل شيء لكن بحذر. نحن بنتشكر كثير على وجودك. شكراً لوجودكم. أهلا وسهلا.